السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم متابعينا الأعزاء؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وتمام العافية. اليوم الفيديو مالتنا DIY، تحويل مراية بسيطة إلى صينية بهذا الشكل الحلو والجميل والراقي والسهل بنفس الوقت. طبعاً تستخدميها بعمل ديكور مناسب بالبيت أو تخليها بغرفة النوم، تخلين عليها العطور المكياج. هسه بالوقت الحاضر صاروا يستخدمون هذا النوع من الصواني بحفلات المهر بالأعراس. شغلة بسيطة وحلوة لكن تنطي جمالية للبيت، للصالة، بأي مكان انت حابة تخليها. انا ان شاء الله اليوم راح انطيكم الفكرة، وتبقى بعد الوحدة هي ومخيلتها والمواد اللي موجودة عندها وتسوي بها هذا النوع من الصواني. مثل ما تشوفون المراية اللي عندي مراية مضلعة، يعني لا هي مربعة ولا مستطيلة، فحبيت انا اقوي المراية حتى من اخلي عليها شيء ثقيل ما تنكسر وتطق بسرعة. فخليت هاي الخشبات مثل ما شفتوها حتى اقوي المراية. طبعا الصمغ اللي استخدمته بلزق هاي الخشبات، استخدم الصمغ الحراري او المسدس الحراري، واخلي ويا هاي الصمغ اللي هو E6000، هذا يلزق الحديد الخشب كل انواع المواد، او اي صمغ انتي يعني مجربته انه يلزق ويكون يعني اللزق مالته قوي. بعد ما لزقت الخشبات وأطرت المراية من جوا بهذا القماش، هذا طبعا يبيعه جاهز يكون بلاصق، واكو يكون من عنده بدون لاصق. هسه ان شاء الله راح نبدي نأطر الحافة مالت المراية. طبعا الفكرة واضحة يعني، لكن تبقى الشغلات اللي راح تزينين بيها هاي المراية حسب الموجود. يعني هسه اكو هواية شغلات موجودة بالاسواق وكلش حلوة، مثل الدانتيلات، اشرطة، شوف شنو المتوفر عندك وشنو انتي مثلا حابة تسوي. طبعا هذا النوع من الدي اي واي حتى تقدرين تستخدميه كمشروع، يعني تشتغلين بيه من البيت للاصدقاء، للمعارف، للجوارين، تسوين بيه مثلا هاي الصواني وتبيعيها مبلغ يعني معين، تصير مثلا مثل مصدر رزق لك من البيت. وتسألين مثلا الزبونة شنو حابة شغلات تخلي لها بالصينية، مثلا كريستال، دانتيل، يعني تبقى بعد هاي حسب ذوق الإنسان أو الشخص اللي راح يسوي هاي المراية. وإذا مثل ما قلت لك إذا راح أسويها مثل مشروع، تاخذين راي الزبونه مثلا شلون تريدي المرايه، بش تاطري لها، ايش تستخدمي لها. هسه انا بعد ما اطرتها داير مداير المرايه، راح اخلي على الوجه من هذا الورد الكريستال. هاي طبعا المواد انا كلها اشتريها من الامازون، واليوم استخدمت كل الشغلات بلون فضي. تحبين تسوين لون ذهبي، لون اسود، يعني تبقى بعد حسب الذوق. تحبين تسوين مراية مربعة، مستطيلة، مدورة، همين راح استخدم به هذا الصمغ والمسدس الحراري حتى ازلق داير مداير. من استخدم هذا الصمغ حتى لو اغسلها لهاي الصينية ما راح يشلع هذا الدانتيل او الشغلات اللي اخليها عليها، لان هذا الصمغ كلش قوي باللزق، يعني ما ينشلع. واستخدم الصمغ الحراري حتى يلزق عندي مباشرة، وثاني يوم راح يتماسك هذا الصمغ اللي خليته، وبعد للعمر يعني ما ينشلع. هسه هنا أنا عندي راح اخلي مثل القاعدة هاي الصينية، راح استخدم هاي الكريستالات. انا طبعا اشتريتهن ذني من الامازون، هن شلون تصير يده مال المجر، بس انا راح استخدمهن على شكل قاعدة هاي الصينية، لان الحافة مالتها من فوق يعني مسطحة، فتثبت الصينية من تخليها تثبت يعني ما تتحرك. خليت من هذا الصمغ الـ E6000، وراح أخلي شوية من هذا الصمغ الحراري حتى تلزق مباشرة. أضغط عليها شوية إلى أن تثبت. طريقة جدا سهلة وبسيطة، لكن شغلة كلش راقية تخليها بالبيت.
وهاي الصينية صارت عندي جاهزة. طبعا تركتها ليلة كاملة حتى أتأكد أنه الصمغ اللي خليته تماسك، وهاي الشغلات كلها لزقت بشكل جيد، يعني أخاف أغسلها أو أحركها، فأضمن أنه هاي الشغلات لزقت بشكل جيد. طبعا هذا الفيديو قدمته اليوم بناء على طلب متابعات القناة، لأن أنا هاي الصينية استخدمتها بأحد الفيديوهات، سويت بيها ديكور بالصالة، فالبنات قالوا يا حبذا لو تنزلين طريقة اللي سويتي بيها هاي الصينية. أنا جبت بصورة طريقة عملها، قلت أخاف يعني أكو بعض المتابعات عندهم اهتمامات بهاي الأمور، يحبون يشوفون دي آي واي، تحويل مثلا شغلة إلى شغلة ثانية، أعمال يدوية، فصورت الفيديو قلت يعني أخاف أحد يسأل عن طريقة عملها. والحمد لله أكو متابعات هواية عندهم إلمام بهاي الأمور ويحبون يتعلمون ويسوون هاي الشغلات. إن شاء الله كانت هاي الطريقة سهلة وبسيطة، وأخذت من عندها فكرة عن طريقة تحويل مراية إلى صينية بهذا الجمال وبهذه البساطة وبهذا الشكل الحلو. إن شاء الله استفاديتوا من هاي الفكرة. أشكركم على حسن المتابعة، وألتقيكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة، ومع ألف سلامة.